في موضوع مزعج جدا، وموضوع والله يا اخوان انه ما يجوز، والله ما يجوز. لما احد يغلط عليك لا قدر الله، ولا احد يلف عليك، ولا واحد يسوي شيء مو زين، ليش تلعن امه وابوه؟ ايش دخل امه وابوه؟ لعن والديه، الله يلعن ليش امه وابوه؟ امه وابوه ايش دخلهم؟ امه وابوه ما قصروا معاه، ربه احسن تربيته، لكن الرجل هو سيء. يا جماعه والله حرام، نبهوا الناس اللي معاكم، لف عليك لعن والديه، لعن امه، لعن يا اخي شاكم امه وابوه، والله يا جماعه ما يجوز، حرام. وانت بعد لا تكون سبب تخلي الناس تلعنك، تلعن والدك. جاء في الحديث قال عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعنه الثلاثه، في روايه اتقوا اللعاني. الامر يخلي الناس يلعنونك، الذي يتبول في طريق الناس او في ظلم، يعني يؤذي الناس اما في الطريق وغيره. فانت كنت سبب تخلي الناس تلعنك، وبعض الناس ما عندها اللعن، وهذا مصيبه ترى، والله جريمه كبرى. والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر ان اكثر النساء اهل النار النساء، قال يكثرن اللعن. الله يلعن، حتى بعض الامهات تلعن والدها وتلعن بنتها، الله يلعن، وتلعن بنتها وولدها وتلعن زوجها، وهذا ما يجوز. قد يصادف ساعه استجابه. يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام يقول: وليت النار فاذا اكثر اهلها النساء، لماذا؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. الله يلعن، والله يلعن، ما عندها اللعن. ليه؟ ترى الشيطان سبب رئيسي في هذا الشيء. أي شيء يصير جماعة تلعن، الله يهداه، أما عضو لعن أمه، لعن أبوه، شاكو أمه وأبوه، شاكو حرام والله. تلقى أمه مسكينة مريضة واللي فيها كافيها، وهذا يمكن يكون عاق فيها، تجي أنت فوق هذا تدعو على أمه وأبوه، تدعو، ترى الدعاء يرجع عليك. الله تعالى عدل، ادعيت على أخوك بشيء وهو ما يستحقه ترجع عليك، واللعنة تقع على يمكن، يعني ما نبي نفصل في هذا. في جماعة الكون اللسان، بسكم دعاء على بناتكم، على عيالكم، على أزواجكم، على أدعو أن الله يهديهم، الله يهديه، إن الله يصلحها ويكنسها.